اليوم ضمن فقرتنا الرياضية هنحكي أكثر عن نحن اليوم كيف حنقدر بالصيف نعمل حمية نلعب تمارين، وأيضا حنركز اليوم على موضوع الإمرأة الحامل يلي نحن بنشوف كثير فيديوهات حلوة على النت اليوم كيف عم تلعب زومبا عم ترقص، طبعا فيديوهات خارجية مو من عنا أكيد. أكيد هدول معلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم لليوم الكوتش غيداء إبراهيم وهي مدربة لياقة بدنية وبناء أجسام. صباح الخير كوتش. يسعد صباحك حبيبة قلبي، هلا. صباح الخير كوتش. رشا عطتنا جرعة تفاؤل ما معقولة. يعني حالك مع هي المصايب مع هي المصايب اللي بتعاني منها كل صبية يمكن أو بعض الصبايا بفصل الصيف. إذا بدنا نحن يكون عندنا لياقة بشكل عام، شو هي الخطوط العريضة قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ هلا أول شيء الرياضة ما فينا ننكر كلياتنا إنه هلا هي صارت شيء كثير مهم بحياتنا كلياتنا، والفكرة الغلط اللي نحن كلياتنا اخذينها انه نحن بنجي بنعمل رياضة قبل الصيف بعدين نقعد كل الشتوية بنكون راكمنا دهون وما عاد بقى نلحق، بصير خسارتهم صعبة، بصير خسارتهم اصعب طبعا. فنحن اول شيء المفروض نعمله نعتبر الرياضة هي اسلوب حياة لنا. يعني انا مثلا عم فيق، خلينا نقول وسطيا الاشخاص اللي بفيقوا الساعة 7 او 9 الصبح معاهم مجال للساعة 10 او 11 بالليل، فينا نخصص ساعتين من وقتنا كلياته من هدول ال 16 او 17 ساعة ممكن نخصص ساعتين للرياضة. فيفضل اكيد انه كلياتنا نمشي بهذا النظام. طبعا يعني الرياضه ما فيني اقعد احكي، طب على قد ما بحكي على محاسن الرياضه ما بنخلص، يعني كان على الصحه الجسديه كان على الصحه النفسيه كان على صحه القلب الاوردي والشرايين، فنحن لازم كثير نحاول ندخلها باسلوب حياتنا. طيب كوتش، هلا نحن للامانه بنقول نحن على الشهر الرابع حنبلش قبل ما نروح للبسط الصيف والقصص. صح، بعرف كل اللي بيجوني نفسي بروح الرابع بيجي الخامس ونحن لسه ها عم نفكر بالقصة. صح، بعدين انا هيك اللي بحبني بحبني كيف ما عجبه بلا. هلا الفكره بحاجه للتدريب، نحن نكون متعودين على هاي القصة انه نحن نضل متابعين، بس احيانا يعني ضغوط الحياة وقلة المروة يعني بتخلينا نبعد عن القصة غالبا الثاني. صح، خلينا اليوم ضمن الصيف حميات الحميات الغذائية اليوم كيف نحن قدرانين نوازنها مع اللياقة البدنية؟ هلا عموما الحميات اللي عم تصير مثل حميه النوع الواحد وحميه الريجيمات القاسيه هي شيء كثير غلط للجسم. انت عم تفقدي جسمك عناصر غذائيه كثير مهمه بلا ما نحس. يعني امتى بنحس بهذا الشيء؟ لما بنخلص الحميه تبعنا وتبلش المشاكل من نقص فيتامينات من نقص املاح من نقص كالسيوم. فنحن المفروض انه ما نعمل هذه الحميه نهائيا، نتبع الحميات الغذائيه الصحيه اللي هي. طيب شو رايك بالصيام المتقطع كوتش؟ كثير ظريف الصيام المتقطع وكثير ضروري انه نحاول كلياتنا نعمله، بحيث انه تفطري 8 ساعات وتصومي 16 ساعه، انت بتقدري تحددي هدول 8 ساعات. ممكن انت فرضا اذا بتفيقي الساعه 10 او 11 بتعملي من الساعه 2 فرضا للساعه 10 المساء، هذا وقت الفطور تبعك، والباقي يكون وقت الصيام مسموح المشروبات بدون سكر فيه. حتى يفضل بفتره الفطور كلياتنا يفضل نبتعد عن السكريات، نبتعد عن المقالي، نبتعد عن المعجنات، هيدي هي الاكثر اشياء بتسبب الكرش اللي الاغلب بيجوا مزعوجين من هالمنطقه. فهو كلياتنا بتركز دهون حسب كل شخص وين ممكن تركز دهون عنده، بقى بترجع للجينات بترجع للعامل الوراثي، بس اغلبنا عم تتركز دهون بمنطقه الخصر والبطن اللي كلياتنا بنكرهها للاسف. غريب يعني. مع انه ما لازم معجنات. يمكن الاصعب كوتش انه نحن نروح دهون البطن والخصر، بيقولوا هي الدهون الاصعب اللي بتعند يمكن. صح، هي الدهون عموما انت جسمك لما بدك تلعب رياضه، انا مثلا بيجيني صبايا بيقولوا لي كوتش نحن بدنا بس بدنا هون ينحف ما بدنا هون ينحف. جسم البني ادم مركب بطريقه انه انا جسمي خزن دهون، هيدي الدهون بيستهلك الجسم لما هو ما عاد بقى في له مصدر للطاقه، بيقوم بيسحب من هيدي الدهون وبيحولها لطاقه، فانت ما بتحددي من وين بدك تحرقي الدهون، انت اوكي بتركزي بالتمرين على هيدي المنطقه بتنحتيها اكثر، اما كحرق دهون المفروض كلياتنا ننظم غذائنا، نلغي هدول الممنوعات اللي قلت لكم عنهم اللي هن السكر الابيضين، السكر الملح المفروض نبعد عنهم، ونخفف قد ما فينا معجنات، نستبدل الخبز الابيض بخبز النخالي او الشعير. بس فرح العصائر يفضل نبعد عنها. اعطينا شيء اسهل. طيب اعطينا شيء اسهل نقدر ناكل من خلاله ونلعب. هلا الاسهل ممكن اقول لك انا اعملي يوم فري لك يوم بالاسبوع مشان الجسم ما يفوت بحاله عناد، يعني لما هذا اليوم الفري بتعمليه جسمك بياخذ شوك بيرجع بيشتغل من اول وجديد. هاي اسهل شيء فيني اقول لك اياه، يعني نشرب مي كثير. دائما السؤال انه المراه الحامل مثل ما قلنا يمكن في فيديوهات كثير بتكون منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، للاسف اغلبها بتكون للاجانب. صح، اليوم المراه الحامل مشان نطمنها شوي كيف تقدر تعمل رياضه امنه بطريقه تحرك جسمها وما تضل بهذا الخمول، لانه فكره مراه حامل يعني نايمه كل الوقت هي كثير فكره غلط. صح، خلينا نعرف شو الصح. هذا الشيء
بيرجع اول شيء لنظام حياتي انا من قبل ما احمل فرضا. يعني انا حدا ليزي يفضل ان انا ما دغري انتقل للاسلوب الاكتيف بعد ما انا احمل، فهذا الشيء بيعمل كثير شيء غلط بجسمك، انت جسمك ما انه معود على هذا النشاط اللي انت عم تعمليه. فالمفروض انه انت تكوني معوده من قبل ما، يعني انت بدك تهيئي حالك نفسيا للحمل، هيئي حالك جسديا، بلشي بتمارين الرياضه من قبل ما تحملي مشان الجسم يكون اخذ على النشاط تبعك وجاهز. فيفضل انه الشخص الاكتيف يضل اكتيف والشخص الليزي شوي شوي تدريجيا يحاول يصعب او يزيد النشاط تبعه. وفي اشخاص نورمال متعودين على حياتهم انه مثلا ممكن بيعملوا رياضه خفيفه يعملوا رياضه خفيفه. فمبدئيا فيني اقول لك بنبلش رياضات خفيفه مثل الكارديو الخفيفه اللي هو المشي، شويه بايسيكل ما بتاثر، هدول للمراه الحامله عم نحكي، شويه تمارين سويدي خفيفه بحيث انه نبعد عن تمارين الانسناءات الاوفر والتقوس كمان. حتى يمكن الاوزان ممكن اوقات تمنعيه من طبعا الاوزان الزايده المدة ممكن تحددي لها مده معينه للتمرين، لانه نحن ما بصير مثلا فوق الساعتين او نص ساعه مسموح او ساعتين غلط لاي حدا. يعني اي انسان المفروض يلعب بيلعب ساعة وربع للساعة ونص ماكسيموم، أكثر من هيك بقى بيخلي خلص البناء وبصير هدم عضلي. المرأة الحامل بنبلش لها إذا هي حدا مثل ما قلت لك مانو أكتيف أساسا بنبلش لشغلة 20 دقيقة باليوم، بعدين ممكن نزيدها لنص ساعة، ماكسيموم 45 دقيقة وتكون كلها تمارين هادية ورايقة، بس شوية ستريتشنج إيطالي، تمارين إيطالي كثير بتساعد على الولادة، حتى تمارين اليوغا. فاليوغا بنصح فيها أي حدا. طبعا اليوغا الخفيفة للمبتدئين أول شيء، بعدين الكوتش تبعه هو بيقدر شو مدى اللياقه تبعه، شو مدى التحمل تبعه هو على اساسه. شو الغلط اللي ممكن اذا تساوي المراه الحامل من ناحيه الرياضه ويؤدي بالضرر ناحيه عكسيه لجسمها؟ قلت لك هلا هو اهم شيء ما نشيل اوزان كثير، نحن وقت اللي بتكون المراه حامل ما بصير تشيل اوزان ابدا. وتمارين الانسناء القويه، تمارين التقوس لورا القويه كثير، هيدي بنحاول نبعد عنها لانه بتعمل شويه التواءات بالرحم فممكن تاثر على الجنين. طيب كوتش هيك من خلال وجودك اليوم حابين نصحح شوية معلومات. دائما بيقولوا انه وقت اي حدا بيعمل حمية فبيبلش تنهار الدهون من المنطقة النحيفة، يعني حاعطيك مثال انه اذا حدا صحته مليانة من فوق فوقت اللي ببلش ينحف من رجليه من المنطقة النحيفة، صح او غلط؟ خلينا رح اقول لك ليش صح، لانه لما الجسم بيكون مخزن فرضا من فوق هو هون مكان تخزينه، فهو بضل محتفظ فيهم لاخر شيء لحتى يبلش يسحب منه، فهو المخزون تبع الجسم. لذلك نحن ما بصير نفوت دايت قاسي فورا، يعني كثير رح تضري جسمك بهاي الطريقه، لا نحن بس نتبع الدايت الصحي وتدريجيا. يعني حتى ما في طريقه نحن نقلب القصه انه يبلش حرق الدهون من المنطقه المليانه مثلا؟ هي طبيعه اجسام وكل جسم له طبيعه خاصه فيه. انا ككوتش بتجيني اللعبه، انا من شكل جسمها بعرف شو شكل جسمها، مثلا هي بتتركز الدهون عندها بالمنطقه السفليه فرضا من منطقه الورك ولا تحت، في اشخاص بالعكس من الخصر ولفوق. بحاول ركز لها بتمريني مثلا كبناء اجسام، انا بشتغل مدربه حديد هلا حاليا، فكبناء اجسام بحاول ركز لها على الجزء السفلي من جسمها. طبعا هون بتلعب دور طريقه التمرين، الاوزان اللي ممكن شيلها اياها، العدات اللي ممكن خليها تشتغلها، فبهي الطريقه ممكن نحن نوازن ونعادل شوي. اما هو كل جسم له طبيعه خاصه فيه، انا ما فيني احدد للجسم منين بده يسحب دهون تمام، بس انه فيني احدد بطريقه التدريب اني انا عادل عوض شوي، يعني الجهه اللي بدها شغلها اكثر بس. كوتش شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها يا رب، ومثل ما قلنا يمكن بالبدايه انه هذا الصيف هو فرصه كثير كبيره انه نحن نغير بنظام حياتنا، ندخل الرياضه بشكل اكبر، نتبع حميات بتكون صحة اهم شيء. يعني دائما بصباحاتنا عم نركز على حميات الصح، لانه في افكار كثير غلط انه نحن بنقدر نخسر وزن بشكل كثير كبير بفتره قليله. صح. وبترجع هدول بيرجعوا فورا الدايت القوي بيرجع، رح يكونوا نازلين سوائل اكثر ما رح يكونوا نازلين فات، الفات ما بينزل بسرعه. هي الفكره غلط يا جماعه، اللي بيفكر انه انا نزلت 3 كيلو بيومين واو، هدول مو فات، هدول سوائل من جسمكم. فبس بتمنى تحافظوا على شرب المي، بتمنى تحافظوا على الرياضه، وشكرا كثير على الاستضافه. بتمنى نسمع نصيحتك حبيبتي. انا بتمنى اكثر. كوتش غيداء شكرا لحضورك معنا اليوم، وهيك صباحك على طول نشاط. يسعد صباحكم وكل اوقاتكم، تسلمي لي حياتي.